أسطورة العناية بالقدمين والأظافر في الوطن العربي. مسعد سيب الطبلة وانت بتتكلم معايا، ما بحبش الجو ده خالص. قول لي يا مسعد، انت شايف الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة سهلة؟ دي عملية معقدة وصعبة جدا يا فندم. لا يا مسعد، هي شغلانة سهلة وسهلة جدا كمان، بس اللي بيفرق ما بين واحد والتاني الفن. الموضوع فن يا مسعد، يعني هل انت فنان رجول؟ جدا يا فندم. لازم تفهم يا مسعد ان مسكتك للمبرد وانت ماسك رجلين الجست اكنك مش بتشتغل، لا بتعزف على كمان. الله. الرجل يا مسعد هي صفحتك البيضة، والمبرد فرشتك اللي هتحط عليه لمستك على رجل الزبون. وإلا يا مسعد هيبقى ايه الفرق بينك وبين القصافة؟ صح يا فندم. طيب قول لي يا مسعد، شايف نفسك تحت رجلين مين كمان 5 سنين؟ هيفا. اخس اخس يا مسعد، خزلتني. هيفا هو ده طموحك؟ واحدة مزة جامدة هتضيف لها ايه انت بدوافرك دي والبرفيوم الصيف اللي انت حاطه في الشتاء؟ هتضيف لها ايه؟ بدل ما يبقى طموحك يا مسعد رجلين واحدة مقشفة جربانة كلها كيوتيكال. كل كلمة بتقولها درس. عموما يا مسعد روح لهايدي برا، خليها توقفك محد شغال، اقعد اتعلم وشخبط وفرجنا على الشخبطة بتاعتك. شاكر جدا يا فندم، وبإذن الله أكون عند حسن ظن حضرتك. أنا مش مستني منك حاجة أصلا يا مسعد. يلا يلا. مسيو هاني جود مورنينج. ايه العك ده بقى؟ مسيو هاني جود مورنينج. انا اسفه، مسيو هاني بونجور. صباح القشطة. اداره مسابقه ملكات جمال لبنان بعت لحضرتك التيكتس، والاجتماع هيكون مع باقي لجنه التحكيم. هايل هايل. بس للاسف هو في حاجه. ايه؟ حضرتك غيرت الميعاد اكتر من مره وما لقوش فيرست كلاس. مش فيرست كلاس؟ انا اسفه جدا. يعني هقعد ايكونومي اكل وجبات بلاستيك؟ انا فعلا اللي غلطان، انا اللي غيرت التيكتس. وبعدين كل يهون يا هايدي عشان خاطر مصر. تعالى يا واد اتكلم على خالك. هو ده خالي؟ ازيك عين وعايش من ده. هات ده بقى نستيب احبو وخد ديت. ايه اللي جابك؟ يا سمير مزعل مامي ليه؟ ادي النيله المهببه، انت اشتكيتي له؟ اشتكيتي له وقلتي له؟ اختك مش فهمانة يا خال، انا فنان، فنان والله العظيم ثلاثة يا خال. فنان ايه يا ده؟ باب ايه؟ ده انت من عيلة الأباصير يعني. يا راجل بدأ أباصيري بقى شندويلي. أباصيري ملوك الكيف يا كلب. عاوز تشتغل في الافراح والموالد عشان تعرينا؟ افراح وموالد ايه يا خال؟ افراح وموالد ايه؟ انت لسه عايش في موضه الترنجات الملونه وجلجيلي جلجله يا خال؟ دلوقتي في نت، في تكاتك، انت مش بتسمع الاغاني بتاعتي اللي بعملها وبتعجبك؟ بتعجبك ولا بتعجبك؟ بتعجبك ولا لا؟ سمير الحقيقه هي بتعجبني. وانا كمان بتعجبني، بس هوايه يعني ما فيهاش مستقبل. هوايه ايه يا اما؟ دي كلها المستقبل. لا هوايه، ولو كترت في كلامك اديلك على وش امك. لا مؤاخذه نانا، تعصبت على الولد عشان مصلحته. براحتك يا اخوي. انت عايز ترينا قد الجزمه؟ انت بتشتم اختك يا ابن الصرمه. بتشتم اختك برضك يا ابن الكلب. بتشتم جوز اختك الله يرحمه. يا عيله واطيه يا ولد الكلب. ايه ده؟ قلت اخلص بقى، انا هفضل اصنف خالك. انت عايز ايه مني دلوقتي يا خال؟ انت مش لا مؤاخذه بتديني الفرش بتاعي وببيعه كله؟ محدش لحاجه عادي، محدش لحاجه. يا ولد الدبابه. يا ده انا عايزك تكبر يا عشان تبقى معلم ملوي هدومك وتشرف العيله. انت عايز ايه مني يا خال دلوقتي؟ عالضيق وفي كلوز وعالدغري. تجهز شنطتك، عندنا سفريه بيزنس. بيزنس؟ بيزنس لغه لانجويج. ومن امتى لا مؤاخذه يعني شغلنا كنا بنسافر له؟ شفت ان النت بتاعك لحس دماغك؟ وان انكل اللي هو خاله هو اللي عنده الابديت كله؟ عندي صنف في لبنان جديد احزم به السوق، وبعدين برقصه، وبعدين لا الباقي عليك بقى خاله كبر. لبنان؟ احنا مش كنا فوتنا الشغل في ميت عقبه؟ نرجع تاني لمدان لبنان وترجع تتقفش يعني وارجع اضمنك انا؟ ياد بقول لك لبنان الحمراء. حمراء؟ بيروت. بيروت؟ جبال الرز. جبال الرز ايه؟ جبال الرز ايه؟ اسمها جبال الارز. الرز غيروا اسمها وخلوها الارز. ارز؟ اه. وانا اقول برضه رز ايه اللي هناك هم كلهم سمباتيك كده؟ انت بتتكلم جد يا خال؟ عيب ولا انا هزر معاك في شغلك. والمصحف الشريف؟ أيوة. انا معاك. معاك يا خال. يلا معاك في اي مكان، صحرا كان او بستان، اي حته المهم امان.
تمام يابا، زي الفل هنا. السلام عليكم ورحمة الله يا مولانا. نعم نعم، اطمن، أنا دلوقتي في المطار. نعم الفلاشة معايا، بس بعد إذنك يا مولانا يا ريت تبعت لي عنوان الشقة اللي أنتوا أجرتوها في رسالة نصية، علشان أول ما أنزل لبنان أوريها لسواق الميكروباص عشان أوصل. في رعاية الله، في حفظ الله، السلام عليكم ورحمة الله. بيبو. نعم يا طارق. أنا مش عايزك تسافر. أنا رايح مكان أحسن من هنا، رايح الولاية. ولاية إيه؟ ولاية الحق. أنت مش فاهم، أنا هبسطها لك. مش أنت بتحب برشلونة؟ آه. مش فاكر لما بهدلت أبوك لحد ما جاب لك الفالينة بتاعت برشلونة؟ أهي برشلونة دي بتاعتنا الأندلس، وأنا رايح أرجع برشلونة، وساعتها جايزتك هتبقى الفالينة الأصلية بتاعت برشلونة. عمره مقبولة يا ابني. أمينة، بس أنا مش رايح الحجاز، أنا رايح لبلاد. فين دي يا ابني؟ في بيروت. تقبل الله. خد بالك من نفسك يا ماما. حاضر يا حبيبي. بابا سلام يا حبيبي، خد بالك من نفسك يا حبيبي. خد بالك انت من الميكروفون. في عينيا يا حبيبي. انت بقى انت يلا اتفضل ارجوك. ايوه ايوه حاضر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه الباسبور؟ اتفضل اتفضل. انت رايح فين؟ لبنان. مين؟ بيروت. بيروت. ورايح لبنان تعمل ايه بقى يا محمد؟ انه المجون سياحه. سياحه. نروح نعمل ايه يعني؟ وسايب دقنك كده ليه؟ نعم سايب دقنك كده ليه؟ اصلها ملتهبه. هي ايه دي؟ دقن. انها مصحى. ما حضرتك اصلها موضه، وانت عارف البنات بقى بيحبوا الدقن. طبعا اعرف. طبعا. يعني انت مش سايبها سنه؟ اللهم صل على النبي، هي التجوز برضه سنة. طب تعالى بقى هنا وطلع كل اللي في جيبك. ما انا مش مربيها سنة. بقول لك تعالى هنا وطلع اللي في جيبك. انا عايز افهم دلوقتي، معلش يعني حضرتك معطل الطابور وعمال تساله اسئلة شخصية، هو في ايه بالظبط؟ الاكونت بتاعه اتسرق وانت بترجعه له؟ ايه ده؟ انت مين وبتزعل ايه؟ انت تعرفه؟ لا انا ما اعرفش الاشكال دي اصلا، بس يعني حضرتك معطل الطابور وعمال ماسكه سلخه، ولا يعني عشان هو غلبان وشكله معفن فانتوا ماسكينه؟ لا لا، ايه ده حضرتك؟ ليه معفن؟ انت كده بتشتمني. انا اسف ما اقصدش، بس يعني بص لضوافرك، يعني ما حدش بيعمل ضوافر سكوير خالص. بقول لك ايه يا استاذ، انا بشوف شغلي وشغلتي هنا اشوف مين طالع على الطياره. افرض الاستاذ معاكم بينا، هتبقى مبسوط حضرتك؟ لا يبقى الصح بقى تاخدوه اوضه تضربوه تعرفوا مكان القنبله وتريحوا الناس دي كلها. لا 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 يا باشا، خلاص يا باشمهندس، من غير ضرب، حضرتك شوف اللي صح واعمل، انا هتفتش. تصدق ان انا غلطان؟ انا بعتذر يا فندم، بس ده بقى تفتشوه ذاتي. انت بتغلي كتير ليه؟ معلش طبيعه الشغل هي ايه يا استاذ؟ بالدور يا استاذ. بصراحه انا خايف احسن الكراسي بتاعت الطياره تخلص وانا مش هينفع طول المسافه دي افضل واقف، لان عندي خشونه بالركبه. خشونه في الركبه ايه؟ انت جاي تصرف معاش. كراسي مش هتكفي، انا بقول لحضرتك طب معايا يا استاذ، دي طياره مش ميكروباص. ما انا عارف ان الطياره حضرتك اتعامل معايا بشكل احسن من كده. من فضلك ارجع تاني واقف في الطابور من فضلك. قلت لك يا اخي ناخد جو باص ولا وسط الدلتا، انت اللي قلت مش هقرر اسرع. تعالى بفتش. تعال بس شفت، لو كنت بقى مشيته ما كنتش تخلي الغوغاء دول يخشوا. يا برضه بتتكلم تاني؟ قلت لك دي طبيعه شغل. يا كابتن مش فاهم طبيعه ايه يا كابتن؟ ايه الغوغاء اللي طلعها بالدور دي؟ غوغاء انت وين الوضع من الارض دي لبنان؟ معلش يا باشا، انت على الاقل بقى هنا على باشا احنا كله فطور. ممكن اقعد هنا بليز لو سمحت؟ طبعا اتفضلي. لا 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 حضرتك يعني عذرا، انا هقعد جنب صاحبي عشان هو ما بيحبش بنات عرايا يقعدوا جنبه. صاحبك ايه؟ لا تعالي، مش صاحبي. لا لا مش صاحبي. تعالي انا اسف، خدي يا مارشميلو. لا لا مش صاحبك ايه؟ ما انا اللي انت انقذتني من الضابط ساعه التفتيش. مش عارف ليه حاسس ان انا اتسرعت في الموقف ده. بالعكس، انت عملت موقف نبيل، يعني ان انت وقفت قدام الضابط عشاني، وهو ده المفروض المسلمين ان هم يتحدوا مع بعض عشان يحققوا شيء زي اليهود والنصارى. النصارى؟ نعم. تمام. نعم. هو ده حقيقي ولا دمية؟ الكمبيوتر؟ نعم. دمية. بتعمل ايه؟ بضيع وقت. طيب بدل ما تضيع وقت في اللعب ما تضيعه في الاستغفار. رحلة رقم 504 باب فولوجرام. انا اسمي بيبو. لهليبو؟ ده اسم رقاصة لهليبو ده. لا لا اسمي بيبو. بيبو 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 يا سلام يا خطيب. بيبو. بيبو خلاص تمام. بيبو. انا ما كنت سامع بس في الاول. تمام بيبو. مش لازم اقول لك اسمي بالكامل. ده انت عسل. شكرا. واسم حضرتك ايه؟
هاني. هاني 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 هاني. فين الشنطة اللي فيها الفلاشة يا هاني؟ فلاشة ايه؟ الشنطة بتاعتك اللي هيكونوا خدوها منك ساعة التفتيش، هي فين؟ لا موجودة الشنطة موجودة، بس انت هرستها. موجودة الحمد لله، اصلها حلوة وغالية. هاني. نعم. هو انت بصت ايد الراجل ده ليه؟ عشان الراجل ده ابونا. هو انت كفتس النصارى؟ انهم اخوة لنا النصارى. انهم اخوة لنا. الضروريات تبيح المحظورات. مش انت مسافر لبنان؟ بس انا هنزل يعني بدري. هو في محطة قبل بريوت؟ في محطة كده بينا. انت قفل ليه كده يا بيبو؟ يعني اكيد هنزل لبنان. الحمد لله. المهم تنزل اخر الخط ومعنا الشخص.